طالبات الصف الاول اعدادي، يعني درسين النهارده هم مراجعات واختبارات الصف الاول اعدادي الترم الثاني اللي هو الفصل الدراسي الثاني، يعني بتاع ابراهيم محمد بن عبد العال. اول درس هناخده هو اسلوب الشرط. واسلوب الشرط يتكون من اداة الشرط، فعل الشرط، فعل جواب الشرط اللي هو ممكن برضه على جواب الشرط، اداة الشرط الجازمة ان، من، ما، مهما، متى، اين، كيف. تعالوا نشوف بيستخدموا ايه. اول ما تستخدم للمكان، من تستخدم للعاقل، ان تستخدم للربط، ما تستخدم لغير العاقل، متى تستخدم للزمان، مهما تستخدم لغير العاقل، كيف تستخدم للحال. الأمثلة: أول ما تنظر حولك تجد أثر العلم. فعل الشرط ده تنظر، عشان ده أسلوب الشرط، تنظر فعل الشرط تجد، فعل جواب الشرط لأن كلهم بيبقوا أفعال، يبقى فعل الشرط تنظر، فعل جواب الشرط تجد. من يرتقي بأخلاقه يسمو، فعل الشرط هنا يرتقي، فعل جواب الشرط اللي هو يسمو. دول لازم يكونوا أفعال. علامات جزم الفعل المضارع: السكون لو كان الفعل صحيح الآخر، حذف حرف العلة لو كان الفعل معتل الآخر، حذف النون لو كان الفعل من الأفعال الخمسة. 2 الفعل المبني المعلوم والمبني المجهول، ده درس تاني. 1 الفعل المبني المعلوم هو الفعل الذي له فعل ومفعول، ومفعول يعني ليه فعل ومفعول به، مثل شرح المعلم الدرس، شرح فعل المعلم فاعل الدرس مفعول به. 2 الفعل المبني المجهول هو الفعل الذي حذف فاعله وحل المفعول به مكانه واصبح نائب الفاعل. مثال شرح الدرس، مش شرح الدرس، لا، عشان الفاعل اتشال وجه بداله المفعول به، يبقى شرح الدرس. الفعل مبني المعلوم والمجهول: اولا في زمن الماضي فعل مبني المعلوم تبقى كتب الولد الواجب، اما مبني المجهول تبقى كتب الواجب، يبقى ايه؟ كتب الواجب. اغلق الولد النافذتين تبقى اغلقت النافذتين. ليه حطينا التاء؟ لان النافذتين دي النافذتين مصنع، فتاخد تاء التأنيث. لا على فكره معلش دي غلطه، هي اغلق الولد النافذتين فدي هتحل محل الفاعل تبقى النافذتين. معلش نافذة تان دي ألف، مفيش هنا ألف. ضرب المعلم المكسرين يبقى ضرب المكسرون. سألان في فعل في زمن المضارع: يكتب الولد، يكتب الولد الدرس يبقى يكتب الدرس، يخلق الولد النافذة تغلق النافذة، يضرب المعلم المكسرين يضرب المكسرون. ثلاثة نائب الفاعل: إعرابه يرفع بالضمة ده لو كان مفرد مثل شرح الدرس، لو كان جاء تكسير مثل شرحت الدروس، لو كان جاء مؤنث سالم تبقى كرمت المتفوقات. بيرفع بالالف لو كان مثنى مثل احرز الهدفين. يرفع بالواو اذا كان جاء مذكر سالم مثل كرم المتفوقون. 4 زمن وخطا: زمن وخطا من الافعال الناسخه التي تنسب المفعولين اصلهم طلع الخبر ويشير كل منهما مفعول به الفعل الناسخ. مثال الحق واضح. اخوات انا زمن عصر، تعالوا نقولها في أغنية زما حسب زعما خالة تفيد الترجيح أو الرحام، وأعلم وجدت تفيد اليقين جعل تفيد التحويل. يبقى زما حسب زعما خالة تفيد الرحام اللي هو الترجيح، بيرجح شيء على شيء، بقى على وجد دي بس ما فعل قلبية لأنها بتفيد اليقين، جعل تفيد التحويل. والمضارع من الأمر من الأفعال دي بيعمل عمل الماضي، يعني لو جعل تبقى يجعل أو يجعل. أخوات زما مثال زما أحمد الخيالة حقيقة، وجد المسافر قطار عورة وعرا، جعل متسامح على عدو، جعل التسامح على عدو صديق. الزم اهي احمد فعل مفعول بالضمة، الخيال مفعول بها اول، حقيقة مفعول بها ثاني، نفس النظام، فاعل مفعول بها اول مفعول بها ثاني، فاعل مفعول بها اول مفعول بها ثاني. الافعال المتعددة المفعولين امثلة زم احمد الخيال حقيقة، وجد المسافر قطار وعرا، جعل التسامح العدو صديقه. هناخد اختبارات
اختبارات. إن الإيمان من المبادئ التي تجعل الإنسان متجها إلى الخير، ولم يحدث ذلك إلا حينما يوجد الإخلاص، ولو تحقق هذا لكف. مطلوب مني أعرض ما تحت خط استخرج فعل ينسب مفعولين أشكرهما، أسلوب شرط بين أجزاء فعل مبني المجهول وعين بالفعل، وأكمل بالضمير نقط بائعان مخلصين نقط قائد مسبب. دي أسئلة مطروحة للطالب. المؤمن يجعل رضا الله غايته ويحرص على ما الخير ويعرض بين الناس وحب من حوله، ولذلك فإنك ما تتجلسه لغاية هنا. برضو أعلن نتيجة المسابقة أكون زي اللعبة بطريقة لغاية آخرها، وأبناء مصر هم صلواتها الحقيقية برضو لغاية آخرها، وخلق الله كل شيء جميلا ولكن الإنسان أفسد هذا الجمال لغاية آخرها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للقطع اللي كانت القطع دي كلها اجابتها اعملوها في تعليق اما الفيديو يتقبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.